يقدمه من خدمات إنسانية لكافة أبناء الوطن، قد أخذ على عاتقه أداء هذا الواجب الوطني انطلاقاً من كونه جزءاً لا يتجزأ من منظومة الأمن الوطني الشامل بكل دلالاته ومعانيه، والتي يدركها ويفهمها نشام هذا الجهاز من خلال تجسيدهم للواجب والمهام المناطة بهم بكل كفاءة واقتدار. وتعتبر المديريات الميدانية ومراكزها المنتشرة في كافة أنحاء المملكة العصب الرئيس لمديرية الدفاع المدني بما تقدمه من خدمات على مدار الساعة من خلال ما أنيط بها من واجبات إنسانية هدفها الأسمى حماية الأرواح وصون الممتلكات من شتى المخاطر. ومديرية دفاع مدني الكرك هي إحدى تلك المديريات المتخصصة التي تم رفدها بالحديث والمتطور من الآليات والمعدات والكوادر البشرية المؤهلة والفرق المتخصصة لتحقيق سرعة الاستجابة في التعامل مع الحوادث على اختلاف أنواعها. مديرية دفاع مدني الكرك فيها 16 مركز وخمس محطات متوزعة على كافة منطقة الكرك. طبعا حالها كحال المديريات، تقوم بتقديم خدمات الإطفاء والإنقاذ والإسعاف. معدل الحوادث ما بين 100 لل 120 حادث يومي، 85% منها حالات إسعاف. أغلب الحالات هي حالات إسعاف، وبرضو في حالات تعمل ما هي حالات الإنقاذ. تعرف منطقة الكرك هي منطقة سياحية، ومن ضمن المحطات اللي تابعة لمديرية دفاع مدني الكرك هي محطة الزارة، وهي منطقة سياحية. حقيقة نتلقى بلاغات عن وجود بعض الهواة أو السائحين يقومون بالتجوال والمسير في هذه المنطقة، ونتبلغ عن حالات فقدان. احنا في محطة الزارة موجود في فريق إنقاذ جبلي، هذا الفريق مدرب تدريب تام، وهو فريق يتبع فريق البحث والإنقاذ الأردني. هذا الفريق مؤهل ومدرب تدريب كامل على عمليات الإنزال وعلى عمليات البحث عن المفقودين في المناطق الجبلية والأودية. حقيقة احنا تقريبا كل أسبوعين أو ثلاثة نتعرض لهذا الموقف. طبعا الشباب مدربين تدريب عالي، لياقة بدنية عالية، بتوصل مرات المسافات ل 20-25 كيلو مسير، لأنه السيارات ما بتقدر تصلها، فبالتالي يكون معهم شباب منقذين وأيضا مسعفين. ولعل هذه المديرية من أكثر المديريات الميدانية تعاملاً مع الحوادث نظراً للعديد من الاعتبارات، وفي مقدمها الكثافة السكانية وتنوع وتعدد المواقع والمنشآت الحيوية، فضلاً عن وجودها على الطريق الصحراوي الذي يربط محافظات الجنوب مع باقي محافظات المملكة. إحنا مديرية دفاع مدني الكرك زي ما تكلمت سابقاً هي حالها كحال مديريات، فيها معدات أطفاء وإنقاذ. أيضا يتوفر لدينا فريق إنقاذ مائي. تعرف الكرك فيها سدين، سد التنور وسد الموجب، وحقيقة الغطاسين عندي متوزعين على ست نقاط، يعني في عندي ست مراكز يوجد فيها غطاسين لتقديم خدمات الإنقاذ المائي إن طلبت لا سمح الله. الآن في عندنا فريق كيماوي، هذا الفريق الكيماوي موجود الآن في منطقة الأغوار وبالذات في شركة البوتاس، هذا يقوم على تقديم الخدمات فيما يختص في المواد الخطرة في منطقة الأغوار كاملة. وأيضا عندنا مجموعة صغيرة هنا في مديرية دفاع مدني الكرك تقوم على تقديم أيضا تقديم خدمات الخاصة بالمواد الخطرة إذا تعرضت لا سمح الله، لتحقيق سرعة استجابة أفضل. احنا دائما وأبدا على تواصل وتماس مباشر مع المؤسسات ذات العلاقة، وخاصة احنا الآن في موسم بدء فصل الشتاء، ونقوم أيضا بتوزيع خطط فصل الشتاء لتحقيق التعاون والمؤسسية بين كل المؤسسات ذات العلاقة. نقوم بتجهيز الآليات والمعدات والاستعداد الجيد لتقديم خدمة مثلى لمواطنينا.
يعمل قسم الوقاية والحماية الذاتية في مديرية دفاع مدني الكرك وفق خطة مبرمجة مسبقاً وعلى مدار العام، ويقوم بواجبات منها وضع خطة العمل السنوية للمنشآت الواقعة ضمن منطقة الاختصاص، إنجاز معاملات التأمين الخاصة بالشركات، المصانع، البنوك التي تقع ضمن منطقة اختصاص منطقة الكرك، إنجاز معاملات رخص المهن وتجديدها ورخص الحكام الإداريين للمنشآت ووكالات الغاز ومحطات المحروقات، دراسة مخططات المباني المراد إنشاؤها ولتحديد متطلبات الوقاية والحماية الذاتية قبل أن يتم تنفيذها على أرض الواقع وفقا طبعا لكودات البناء الوطني، الكشف على المنشآت القائمة ومتابعة تنفيذ متطلبات الوقاية والحماية الذاتية فيها، والعمل على تدوين الكشوفات عند العودة وإجراء التقارير لها، ويقوم ضباط الكشف بمخاطبة إما الحكام الإداريين أو مخاطبة أصحاب العلاقة حسب المخالفات الموجودة. أيضا نقوم بتقديم المساعدة والمشورة بخصوص توفير متطلبات الوقاية والحماية الذاتية والإشراف على متطلبات جائزة الملك عبد الله الثاني واستقبال أي شكاوى بكل شفافية من قبل أي مواطن وتتعلق بأعمال الدفاع المدني، وأيضا نقوم بإعطاء محاضرات تثقيفية إما في المدارس أو في الجامعات أو في المصانع. منطقة اختصاص الكرك تضم معظم التجمعات المائية المختلفة، تحتوي على أكثر من سدود كبيرة الحجم، سد التنور، سد الموجب، كذلك الآبار، مياه مختلفة الأعماق، وكذلك برك زراعية. يوجد برنامج عمل يومي من أجل تدريب وصقل المهارات الغطاسين. التدريب يكون على معظم مختلف التجمعات المائية، سدود، آبار، برك زراعية، وكذلك يتم العمل على جميع المعدات الموجودة داخل سيارة الإنقاذ المائي المتخصص داخل اختصاص مديرية الكرك. بعمل داخل مديرية دفاع مدني الكرك، بعمل كمسعفة، بطلع حالات متنوعة، نتعامل مع حوادث السير كونه عندنا منطقتنا بكثر فيها حوادث السير، نتعامل مع حوادث المدن الصناعية، الحرائق، حالات الولادة، وعندنا في سيارة الإسعاف موجود جميع الأجهزة المهيئة لهذه الظروف. والله خدمتهم ممتازة جدا، يعني في أي ساعة بتحكي معاهم بلبوا النداء، وأنا بشكر مدير الدفاع مدينة الكرك على جهودهم الموصولة في هذه المحافظة. والله ما شاء الله عليهم حقيقة، يعني مش مجاملة، خدمة متميزة ومتطورة، وبقدم خدمة مثلى للمواطنين في كافة المناطق المحافظة، ودائما هم على أهبة الاستعداد لتلبية أي طارئ. رجال الدفاع المدني الله يعطيهم الصحة ويعطيهم ألف عافية، جهودهم مباركة وما شاء الله عليهم، يعني الحمد لله فضل من الله. جهاز الأمن العام والدفاع المدني مباشرة أول ما يصير حادث، أول ما يصير شيء مباشرة بيكونوا متواجدين في أي موقع في أسرع وقت، يعني بيعملوا جهودهم ما شاء الله.